السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جه، ازاي نضيف برامتر للفاميلي؟ طيب لو جينا هنا وقلت له انا عايز اعمل فاميلي جديدة، طبعا هنا بيقول لي ايه نوعها، فانا هقول له هنا انا عايز جنريك موديل، وتقدر بعد كده تغيرها تخليها مثلا عمود، تخليها كيبل تري فيتنج، تخليها مثلا باب شباك زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز تغير نوع الفاميلي هتيجي هنا وتقول له انا عايز اغير الكاتيجوري، وتختار الكاتيجوري اللي انت عايزه. طبعا في بعض الانواع ما بتنفعش تحول منها لحاجه تانية، يعني ما ينفعش مثلا حاجه تكون انوتيشن او تاج تحولها لحاجه 3 دي او العكس، وفي لو هي هوستد ما ينفعش تحولها لان هوستد. طيب دلوقتي انا هقول له مثلا عايز تضيف بارامتر، بدخل هنا فاميلي تايب، وتقدر تضيف اي بارامتر انت عايزه. لو جيت هنا تلاقي في نوعين، في نوع اسمه فاميلي بارامتر، وده مجرد تحط الاسم هنا وتقول له اوكي هيعمله لك. بس خلي بالك ان هنا بيقول لي ايه، ان ده مش هيظهر في السكادول ولا في التاج. في عندي نوع تاني هيظهر في السكادول والتاج اسمه شيرد بارامتر، تمام، وده ممكن تشاره مع اكتر من عنصر، يعني ممكن تكون في كذا فاميلي من انواع مختلفه بتحتوي على نفس الشيرد بارامتر دوت. هو شيرد بارامتر عبارة عن ملف تكست عادي، يعني لو دوست رايت كليك في أي مكان وقلت له اعمل لي ملف تكست تقدر تخليه شيرد بارامتر، تمام، وده بيظهر في السكادول وبيظهر في التاج. فأنا دلوقتي هقول له شيرد بارامتر، وهقول له أنا عايز أعمل شيرد بارامتر. خلي بالك أنا هنا ما عنديش، أنا هنا هكريت، تمام، فهقول له كريت وهدي له اسم مثلا بيم أريبيا. عنده الفاكتور اسمها بيم اريبيا، بس المهم يكون ايه تي اكس تي، بيم اريبيا دوت تي اكس تي. هل ينفع يبقى حاجه ثانيه غير تي اكس تي؟ لا، تي اكس تي ملف تكست عادي. طيب هقول له سيف، وهبدا اعمل جروب، يعني هسمي مثلا جروب ده للحاجات الاركتكتشر، وجروب ثاني للاستراكشر، وجروب ثالث للميكانيكال، وهكذا. وهقول له بارامتر، واختار اسم البارامتر وليكن مثلا كوست مثلا، تمام. كوست ممكن تبقى كومن ستراكشر سبيك الكتريكال فايبرنج انرجي كومن. طيب انت عايز تكست، يعني تكتب كلام عادي، ولا انتجر او نمبر ارقام، لينس هتقيس الاريا، فوليوم، انجل، اسلوب، كرنسي، ماس، دينستي، تايم، سبيد. كل واحده من دول في ليها خصائص معينه. مثلا عندي يس او نو، يبقى هيعمل لي مربع كده تشيك يس اور نو. طيب خلينا نجرب تكست واقول له اوكي، واقول له اوكي اوكي خلاص. هي كده انا قدرت اضيف البارامتر ده للفاميلي. بس بيسالني سؤال، هل انت عايز تايب ولا انستنس؟ طيب يبقى ده لو انا غيرته هيتغير في كل نفس النوع دوت. يعني على سبيل المثال عندي خمس ابواب نفس التايب، لو غيرت واحد فيهم هيتغير في كله. انستنس يبقى هيتغير في الباب ده بس. على سبيل المثال مثلا نوع الباب مثلا ان هو حديد، وان هو فيه مثلا فاير ريتنج مثلا معين، يبقى اول ما تغير هتغير فيهم كلهم. انما مثلا التايب موجود في انهي غرفه مثلا، او رقمه كام، فبيبقى انستنس، تمام. فانت تبدا تختار بقى اللي انت عايزه. على سبيل المثال مثلا تايب، بعد كده عملت فاميلي هي اسمها كوست، ممكن اقول له انا عايز اعمل بارامتر جديد، او اغير البارامتر، او اعمل ديليت، تمام. هنا بنتظر ان انا اكتب القيمه اللي انا عايزها. ممكن اقول له لا ده انا عايز بارامتر تاني، خلينا نعمله شيرد برضه، واقول له ايديت، واقول له نيو اي ار مثلا، اخليها لينس مثلا، اخليها يس اور نو. اوكي اوكي اهوت اوكي. عمل لي ايه؟ عمل لي دي. تقدر تقول له اه الحاجه دي عندي او مش عندي، الحاجه دي عندي او مش عندي، تمام. ممكن تضيف بارامتر تاني يكون عباره عن رقم، خليها فاميلي بارامتر دلوقتي، بس الفاميلي بارامتر مش هيظهر في الجدول ولا هيظهر في التيك، تمام، عشان بس ايه محدش يندم. هقول له مثلا دي خليها اي تي، تمام، وخلي ده انتجر. اوكي رقم اهوت، ومنتظر الرقم. الكوست ما تخدمش حاجه. ممكن تعمل ايه؟ تربط حاجتين ببعض، يعني ده ديفولت اليفيشن، ممكن تاخده وتحطه هنا. ده بقى معناه ايه؟ اه بيقول لي دي وحده قياس غير دي، ده دي هتلاقيها معموله. خلينا نلغي ديت، نفهم بس ايه المشكله اللي حصلت. دوت لما تقول له هنا ايديت، ده عباره عن لينس وليس انتجر. طيب خلينا نعمل واحد تاني لينس اهو تي تي.
طيب هاخد ده كده واقول له ده حطه لي في entity. تمام، هعمل ايه؟ المفروض ان هو هياخد الرقم دوت اهوت، لما اغير في الرقم دوت اوتوماتيك هيعرف entity. ربطت انا الاثنين ببعض، دي معادله، قلت له خد الرقم اللي موجود في الديفولت location ويحطه في هنا في القيمه اللي هي في entity. تمام، دي كده انا ربطت حاجتين ببعض. فكده انت سهل ان انت تحط بارامتر تكست، تحط حاجه يس اور نو، تحط نمبر، ما فيش اي مشكله خالص. طيب لو جينا هنا كرييت، عايز اوريكم حاجه بس. لو قلت له هنا انا عايز اعمل ريفرنس لاين، تمام، ورسمت كده بالشكل دوت وقلت له دي اي من هنا لهنا اهوت، ممكن ده تديله بارامتر من اللي موجودين دول اللي هو الديفولت لوكيشن. طيب انا هقول له دلوقتي انا عايز بارامتر جديد واسميه مثلا لينس. تمام، اوكي. طيب اللينس ده معناه ايه؟ ان انا لو جيت هنا وغيرت الرقم دوت وخليته مثلا 500، تمام، ابلاي، هتغير بالشكل دوت. طيب لو انا قلت له بقى انا عايز ريفرنس لاين مثلا من هنا، تمام، اقول له ايه ال، وادوس تاب عشان نعملها مع النقطه دي، وال هنا وادوس تاب واقفلها كده. طيب خلينا بقى نيجي هنا نشوف موضوع ان انا اعمله مثلا بالشكل دوت كزاويه. تمام، الزاويه دي برضو هقول له هنا، هو اوتوماتيك اختارها كمان واختار انها انجل وفهم انا عايز اعمل ايه. فقلت له مثلا خلي دي اف تي ار. تمام، اوكي. فانا دلوقتي ممكن اجي في اي وقت الاف تي ار دي مثلا اخليها 40، اخليها 50، ممكن حتى تغيرها من هنا لو انت عايز. تمام، اف تي ار 40 خليها 55 اسعاف، هتتغير معاك بالشكل دوت. فسهل ان انت تعمل بارامتر وتعدل فيها بسهوله جدا في البيمنت.